مزيد من التحليل عبر الهاتف الأستاذ أيمن إبراهيم الناقد الرياضي. أستاذ أيمن أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. وصلت بعثة المنتخب المصري إلى مطار القاهرة الدولي منذ قليل وحصلت على إشادات دولية. أستاذ أيمن، يعني الأداء كان بطولي والأداء كان رجولي والأداء كان استثنائي والأداء كان به تناغم كبير ما بين طاقم العمل كله، بداية من المدرب وحتى حراس المرمى واللاعبين داخل الملعب. كيف يعني تصف هذا الأداء ويعني هذه البطولة الإفريقية الأكبر في القارة الإفريقية؟ بالتأكيد هو أداء رجولي وفي روح كبيرة جدا كان من لاعبي المنتخب. زي ما قلنا المنتخب قدر ان هو يصحح بعض الأخطاء اللي وقع فيها في مباراة نيجيريا تحديدا، سريعا في مباراتي غينيا بيساو ومباراة السودان والسودان، ثم الانطلاقة بقى امام كوت ديفوار والمغرب والكاميرون. كانت مباريات صعبة جدا، ان منتخب يلعب اربع مباريات اكسترا تايم ده مش حاجة سهلة، ده تقريبا حدث تاريخي لأول مرة بيحصل في البطولة، ان يعني كأس افريقيا ان المنتخب يلعب هذا الكم من المباريات وقت اضافي. طبعا كان في واضح التركيز وازاي دراسه كل التفاصيل، لان حتى لما بنوصل لركلات الجزاء ابو جبل كان بيتميز جدا وجميع اللعيبه كان بيتميزوا في التسديدات. يعني الحظ لم يسعفنا في تسديده عبد المنعم وتسديده مهند لاشين. طبعا ادوار مندي لا ننسى ان هو واحد من افضل حراس في العالم، بل هو حاليا هو افضل حارس في العالم وافضل حارس في اوروبا. ولكن ما يعني منتخب مصر نقدر نبني على اللي حصل في كاس الامم للمرحله اللي جايه، ينقصنا فقط التعامل مع التحولات الهجوميه والمنتخب يبقى متكامل في حاجات كتير جدا. يعني كابتن ايمن، كيف يمكن ان نغلق هذه الصفحه بكل ما فيها بالاداء البطولي والاداء الرجولي للمنتخب الوطني ونستعد لمنافسات 22 كاس العالم والمزمع ان تقام في قطر؟ طبعا زي ما قلنا اهم حاجه من البطولات دي او من يعني المشاركات عموما انت تكتسب خبرات. المدرب نفسه حاليا اكيد في البطوله العربيه كان ليه نظره، بعد كده في امم افريقيا كان ليه نظره، حاليا هو خلاص قدامه كل حاجه، كل القماشه كل الورق موجود، جرب القماشه بتاعته من اللعيبه اللي داخل الدوري وشاف المحترفين، وبالتالي هو حتى في دايما في تصريحاته يقول انا كل الشغل اللي انا بعمله في الفتره دي طبعا كمنتخب مصر بننافس على اي حاجه بندخلها، ولكن عيني على كاس العالم، لان مصر بتاريخها الطويل وحضارتها ما ينفعش تكون راحت كاس العالم ثلاث مرات بس. فده الحلم الابرز، فبالتالي هو حاليا حط ايده على كل نقاط القوه وكل نقاط الضعف في المنتخب. زي ما قلت نقطه الضعف الوحيده اللي ظهرت في المنتخب هي طريقه التحولات الهجوميه دي، اللي اعتقد هو هيشتغل عليها هو الجهاز الفني في الفتره المقبله. مع المكتسبات زي الروح زي التناغم التجانس بين اللاعبين التماسك الدفاعي اللي كنا عليه، طبعا اخر مباراه نستثنيها في بعض الاشياء لان كان في مجهود بدني كبير جدا على اللعيبه، وكان خلافا للمجهود البدني. كابتن ايمن، يعني حابب اتكلم مع حضرتك عن جزئيه اخرى، وهي جزئيه ان المدير الفني اذا كان قادرا على قراءه الافكار لدى الفريق يستطيع ان يفرز يعني لعيبه جدد يمكن الاعتماد عليهم طبعاً. وهذا طبعاً ما فعله كيروش، ويمكن كان من الاسباب اللي حاز على يعني احترام الجميع في هذا الموضوع بالتحديد.